صباح الخير عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله غنمشيو لسوق الطيور وكنتسناو خويا عبدو يجي. ها هو راه جا ان شاء الله. نمشيو للسوق نشوفوا الطويرات نشوفوا الاصدقاء. صباح الخير الشاف. بخير بسم الله. صباح الخير خويا حمزه. تحياتي. كي صبحتي بخير؟ لاباس عليك؟ العائله مزيان؟ كي دايره الطويرات؟ الله يحفظك اخويا اللي جيت تيسير. الله كيما وعدنا المتتبعين ديالنا جبتي لهم الفواكه جديده وشي حاجه تبارك الله اللهم بارك في الدريسه. انتم الاخوان ديالنا ما شاء الله. ها الفواكه، ها المونغ، ها الاناناس، ما شاء الله الرحمن تبارك الله. هذا البينو ما شاء الله ما شاء الله. هذا فيولي، هذا فيولي هنايا الصفر والنورمال مازالين هذا مازال مازال مبينو. انت اخويا تبارك الله هاكا خويا حمزه شد ندير معاهم واحد الفيديو سوفونير. هذاك تبارك الله ديال الصديق ديالنا السي محمد من تازة. الله يسخر له. كي جاك داك الشيء اللهم بارك في الشوكه. مازال عندنا واحد المفاجأة إن شاء الله نوريوها للمتتبعين. أفرح في شرح أيمن ديال الصادق. هذا حمزة، هذا مصر الشيخ الإنسان. إلى شبع راه تيحبس الراس. هذا وقيلا شبع. هذاك راه وكلته. هذوك راه عاد جبتهم هنا رجعوا وراهم شدوا السوران. هما جا خويا حمزه باش نقول لهم اتبينا. Thank you.
بالنسبه خويا حمزه العثمينه كالوبسيت البينو كالوبسيت البينو اللي كمل مع الدريساج 200 درهم 200 درهم هذا ناضي صافي هاي بالباك ديالو شو المستوى هذا اخوان 200 درهم البينو ها هو راه مازال في الدريساج اللي بغى يكمل مع السوران هذا الفيولي فيولي 180 الفيولي 180 درهم ها هو راه كلهم شادين السوران هادو فواكه تبارك الله تبارك الله لمون ديروا لهم ثمن مناسب هادو شحال هادو 140 درهم هادو 140 درهم كاين هذا باناشي هذا باناشي هذا راه يطلع باناشي نديروا له 160 درهم 160 درهم على حسب الحجم ديالو هذا 160 درهم حتى هذا 160 درهم كوبالت اه تبارك الله هذا ديال السي محمد صاحبنا هذا ديال الصديق ديالنا الله يسخر لك اخويا هذا هما راه شادين السوران حتى هادو هادو شحال الثمن ديالهم هادو تيبقاو 120 درهم هادو 120 درهم نورمال تبارك الله هذا هذا ديال هذا ديال مولاه هذاك هو مولاه هذا ديال مولاه الله يسخر لك الاخ صافي اخويا حمزه عطينا الرقم اللي بغى شي حاجه 06 06 77 77 83 92 الله يسخر اخويا حمزه ارسل لي جميع المدن واللي بغى يدرس شي حاجه ان شاء الله اخويا حمزه الله يسخر الله يسخر لك مرحبا اخويا اخوان اليوم هو حماده ما بقاش كيدير الطيور شحال الذكر هذا ديال هذا الذكر ديال المقنين ديال بيطرو هذا حتى بيطر فايت خدام هذا فايت خدام الله يسخر يلا اخويا حماده كاين واحد الحداد الى حداد فين هو؟ واو هذا كيبان لي راه مبدل مبدل ياك مبدل في القفص قديم عنده كيتكلم حماد هذا؟ اه مخير اصاحبي شحال داير؟ 250 250 درهم وهذا ديالك؟ لا 250 درهم واحد المقنين راه داه مولاه شنو عندك؟ خلينا نرقص لا يقفص صافي اعطيني الرقم ديالك 64 06 64 81 81 05 05 05 يلا خويا حماد كانت شي حاجه السلام عليكم الشرفة ديالنا المتابعين ديالنا مرحبا بكم الأسطورة مرحبا خويا أنا بغيت غير نفهم واحد الحاجة واش دابا أنت تابع المقنين ولا تابع الكانار ولا الكالوبسيت أنا كنمشي على حسب السوق كي داير الأجواء ديالك أنت غادي مع 80 درهم كنبيع هاد الكالوبسيت 80 درهم ثمن مزيان في مدينة فاس اللي بغا شي حاجة مرحبا بك شوف حنا شوف شوف حنا جبنا هذاك المقنن ديال داك لوكر هذاك لوكر راه دابا راه جوجة راهم بداو كيجمعوا جوجة هاد العام تفطمهم تما ولا تفطمهم هنا؟ جوجة كيجمعوا دابا والله إلا جوجة غتفطمهم تما ولا هنا؟ إن شاء الله نديروا اللي بغاو الناس ديالنا إن شاء الله واخا ما كانش شي حاجة رد علينا صافي مرحبا الله يسخر أخويا أسطورة 80 درهم الله يحفظك شكرا تهلاو فينا هما شو الولاعه تبارك الله 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 ما شاء الله تبارك الله كلهم قابلين السولة تبارك الله يسخر اخويا اسطوره الله يعاونك السيد الله يحفظك لا Thank you.
السلام عليكم خويا ادريس، كي داير؟ بخير، مس عليك. اسمو الاخوان هالفواكه ديال الموزايك، كنار موزايك ما شاء الله، الذكر هو اللي من هنا والانثى اللي من ليه. خويا ادريس شحال الثمن ديالو؟ دوك يبقاو 400 درهم. تبارك الله، فايت خادمين؟ لا فايت خادمين العام الاول. هنايا كاين هادشي مخلط ياك، هنا الريسيسي، هنا جلوستر، هذا ذكورة، هذاك جلوستر كونسورت، هذاك رازا، هذا بلاطا ولا اكاد؟ بلاطا ياك؟ بلاطا. بلاطا شحال الثمن ديالو هادو؟ 200 درهم هادو اللي بغا. هادو 200 درهم ونساوي؟ نساوي كاين هذا الريد فاكتور. الريد فاكتور ها؟ 200 وخرين 150. هو الريد فاكتور كاين هنايا. وكاينين هنا شحال قلتي لينا؟ 150 درهم. 150 درهم، ذاك الفايو نتوا؟ نساوي. تبارك الله، 150 درهم ياك؟ 150. واخا، هاد هاد لاكات؟ هادو 350. كوبل 350 درهم. تذكر هو هاد الأحمر؟ أي. تبارك الله، هاد الفريزي دينور ديال هولندا شحال داير؟ تذكر هو هاد. تذكر هو هذا؟ تبارك الله، راه مبرول مزيان. شحال داير هادو تاهما؟ 350. الاخوه الفريزي تا هو 350 عند خويا ادريس. شي سيباراسيون اللي بغا شي سيباراسيون ها هي. خويا نشوف 120. شي سيباراسيون 120 درهم. ها هي 120 درهم سيباراسيون. كاين هاد الكوب. هادي جلوستر، كاين اخوان واحد الكوبل جلوستر، هو كونسورت وكورونا. شكون الكورونا؟ الكورونا هو الذكر. نتوا هي الكورونا، الكونسورت هو الذكر. شحال كيبقاو هادو ادريس؟ شحال اخويا ادريس هادو؟ 400. حتى هادو 400 درهم. تبارك الله اخوان، هما 400 درهم. هادو خادمين ادريس؟ هادو فايتين خادمين. واخا اخويا ادريس عطيني النيميرو ديالك. 06 14 61 25. الله يسخر اخويا ادريس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. ما شاء الله محمد، بسم الله ما شاء الله. اخوان قنيه، تبارك الله، واحد طرطوري، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اخوان تولوا معنا، هما لي كالوبسيت، تبارك الله. اول هو بورمو، اي واحد الكونتا ديال الكالوبسيت ديروش. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. ما شاء الله محمد، بسم الله ما شاء الله. اخوان قنيه، تبارك الله، واحد طرطوري، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اخوان تولوا معنا، هما لي كالوبسيت، تبارك الله. اول هو بورمو، اي واحد الكونتا ديال الكالوبسيت ديروش. السلام عليكم. هاتوا اخوان القاضي طانوس، بارك الله ما شاء الله. تبارك الله الكوبل. شحال كيبقى الثمن ديال هادو تقريبا؟ 600 درهم. شو ما شاء الله الاخوان، 600 درهم كيطلب فيهم مولاهم. شو ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على رسول الله. تبارك الله الانثى الاخوان ما شاء الله قويه. وهادو شحال كيبقى؟ 700 ما شاء الله. طالقه ولا مكاش؟ انا ما كنطلقوش.
الاخوان اللي بغى هاد لي كوبل هادو، هادو 700 تبارك الله، راه ما نافقيش عاد هنا مزيان. ما عندكش اصير. وهادو 600 درهم اللي بغاهم هو يعطي لنا الصديق الرقم. شحال اخويا الرقم؟ 06 79 59 83 89. الله يبارك اخويا، الله يصلح. ها اخوان انتوا تبارك الله اكل مستوى راه باين، اللهم يسر. هاد الكاكاري كاين توا ولا دكار؟ سيوا. وهادي الاخرى كالوبسي بنسيب. كالوبسي حتى هي نتوا. كالوبسي بخدام عندي زاد. كاين الكالوبسي بخدام. اخوان ها هو السي عبد اللطيف معانا. الله يحفظك السي. الاصل الطيب. الله يرحمك. شحال هاد الكاكاري كي كتبقى نتوا؟ 300 درهم. وهاد الكالوبسي 300. كاين هنا حبة الكنار. اللي بغى الكالوبسي يتصل بك ياك. مرحبا. وهذاك اللي في يدك داك الروز. الاخرية ديال تيشر. دريسي. تيشر. شحال هذا تم؟ شحال داير؟ 1400. 170 درهم. خوان هذا 170 درهم، راه مدريسي كيبان لي. مازال كياكل. مازال كياكل راسو شي شوية. مازال تسوق. انا خويا عبد اللطيف دابا اللي بغى شي حاجة يتصل بك ياك. سلم على صحابك. سلم على صحابك. شكون هما؟ سي احمد سيدي قاسم. سي احمد سيدي قاسم هي؟ احنا ما لقيناش العصفور. هي شكون خور؟ سي محمد سيدي سليمان والخوت. محمد هرب علينا ياك. الله كيجاب ديما كيتصل. هي شكون خور؟ سيدي احمد سيدي قاسم الله يسهل عليك. وكاع الخوت. معكم كاع الخوت كاع. هما الخوت تواصلوا مع خويا عبد اللطيف تعاونوا معاه وخذوا منه طويرات. هذا الشيء اللي كاين خويا خويا عبد اللطيف. يلا تنشوفوك ساعه اخرى بالخير. يلا اعطيني النمره. 06 80 38 70 76. تسلموا على الحباب. الله يسلم عليك الخير. تهلا لي فراس خويا البيض. الله يحفظك. كتسول عليا ها انا حداك. انا ديما الله يحفظك. ربان عليا خويا. ايوا خويا غير مع العمل ومع التمشغيل. الله يحفظك. ولكن راكم ديما في القلب وراه ما نساوكمش. الله يحفظ. راكم عزاز وغاليين. شي مزيان. الله يحفظك. يا ملاك. الله يسهل عليك. الله يحفظك. الله يسلمك في الله. انتم الاخوان المأكولات ديال عمي البيض تبارك الله. اللي بغى شي حاجه يجي عنده. مرحبا. قول غي يوسف. ها انتم تبارك الله. الزوان. ها الزوان. ها كندا. هذا زريع البنات. ها هذا كندا. هذا خلاص الميلون. ميلون. نعدهم حتى المحل البلفيط. هذيك زرعت القنب. المهم كل شيء كاين هنا وصافي. وعلى طول الاسبوع دراء. المحل نعكلو بالمحل ديال الدرا. المحل المحل راه بوجلود حدا الدلاله. فين كانت الدلاله القديمه؟ مرحبا. حدا السمك. فين كاين السمك؟ نمرة 06 67 18 54 85. الله يحفظك. مرحبا. وهنا السي عبد الواحد الرئيس ديالنا ها هو كيتولع. تبارك الله عليك اخويا عبد الواحد. شي مليح. شوف واحد نتوا هذا الكنار. تبارك الله. شي هذاك اخويا عبد الواحد غيكون هاد الشيء شي خزانات هذاك ما شاء الله. التوين ديالو الثاني هذاك شوف راه بحال تعطيه ليا 103. هاد البشاش شحال اخي محمد؟ اسيدي 60 درهم لواحد. تبارك الله. هذا وهذا هذا هو هو ولدو. فريخ. تبارك الله. 60 درهم لواحد. جوج دايرات هادو انت. هادو جوج دوره. شحال هادو دايرين؟ 100 درهم. 100 درهم. 42 درهم. هادشي اللي عندك هنا دابا؟ هو هادشي اللي كاين في هادشي. تعطلت شويه بعدا شي بياسه. ماشي مشكل. مره اخرى ان شاء الله. هذا ديال لي زاكواريوم هادو. ها هما الحجر الاكواريوم. هذا راه ديال الواد. هذا موسم
الرقم ديالك اخويا محمد 07 13 24 44 20 الله يحفظك. شكرا. اعطي له واحد الدو. اخويا حدو كي داير؟ مس عليك. كي داير؟ مزيان. كاين شي شرشوريات؟ كاين شي ولاعه؟ كاين شي موجود؟ كي داير الصحيحه؟ خويا مصطفى حومه هادشي عندك اخويا حدو راه زين كوكتيل هادشي الشيخ تبارك الله كلشي زين مايسترو حداد فين والولوان؟ بارك الله مصطفى انا مصطفى الاخوان الاولول عند حدو صافي بعدك كنت ديال العصفور خويا حدو مرحبا شي كلمه للمشاهدين ديالنا مرحبا بلغوا لهم تحيه اخويا تحياتي للولاعه وتحياتي للدراري الداعيه خصهم يصبروا شويه هادشي اللي الحمد لله راه غاديه ياك مزيان غاديه بالبركه ديالها الحمد لله الله يحفظك اخويا حد الله يسهل عليك تحياتي للجميع حياك الله الله يحفظك الله يسهل عليك ها يا اخويا محمد اخويا محمد صبحتي بخير الله عليك اخوان واحد المالين احنا ديناه تكير ياك تكير تبارك الله احنا ديناه الاصدقاء ديالنا ان شاء الله تبارك الله الشربوني الله يسخر شحال كيبقى هذا المعلم 250 درهم حد نتوما كتسمع الميكروفون الله يبارك فيك شكرا اخي مزيان اصاحبي ادم ياك سميتو ابراهيم ابراهيم عمر السي عمر السي عمر شوف فيا صاحبي شو سميتي انا شنو سميتي نسيتي عليا شنو غدير بهادي ها شنو غدير بيها غدير شنو غدير تما طويره ياك غدير الماكله ديال الطيور مراد 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 مازال عندك من هادو بزايد مازال كتصوب شحال مازال الثمن ديالهم دابا؟ كنبيعهم دابا 500 درهم 25 درهم مازال كتصوب اللي بغا كوموند اللي بغا مرحبا اه واللي بغا هاد الشيء الاخوان هاد لي زاكسيسوار ديال الطيور الكبار الكالوبسيت البيروش لي زان سيباراب وهاد العشيشات المقنين راه كيصوبهم مراد اللي بغا يتصل به مراد الرقم ديالك 06 63 69 49 20
25 وهو صاحبي عمر. هذا هو اللي كيصوب هذا انت سيدي. ها هو كيصوب لك سيدي. ها انت سيدي ها هو كيصوب لك العشيشه. الله يسخر عمر. كتبيع بالربحه نتايا. هذا ماشي ديالك الدجاج. الدجاج صاحبي مزيان. شحال داير هذا الدجاج؟ 80 درهم تبارك الله. دابا اللي بغات هذا الدجاج بمن يتصل؟ يتصل بك ولا به؟ يتصل به. عندك الرقم 06 93 13 44 14. الاخوه اللي بغاها الدجاج هذا يتصل بهذا الرقم هذا اللي ذكرت انا. والله الله المقر عنده هو في البهالي. المقر في البهالي مزيان سيدي. خويا 80 درهم اخويا. ها هو هذا هو.